السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. نبدأ منين الحكاية؟ مستند. نبدأ بمفهوم الميجرمنت اوف اريا. اخذنا اخر شيء السيميلاريتي، فهلا بنخش للمساحات. With every triangle there is associated a set of points called triangular region. ما هي triangular region؟ هي عبارة عن triangle، يعني المقصود في حدود التراينجل، مع الانتيريور للترينجل. ترينجل اتحاد الاتس انتيريور بسموها ترينجولر ريجن. المثلث نفسه بسموه باوندري لترينجولر ريجن، والانتيريور لترينجولر ريجن هي نفس الانتيريور لترينجل حسب مفهوم الانتيريور. تذكر الانتيريور للمثلث هو تقاطع ثلاث هاف بلينز ترجعوا لها، وبالتالي convexed. Polygonal region definition is the union of finite number of coplanar triangular regions, no two of which have any interior points in common. هاي polygonal region. اتحاد triangular regions بحيث ما يكونش فيه تقاطعات في الانتيريور، يعني بتلزق مثلث لمثلث بصير مستطيل. اتحاد هذول التنتين بسموها polygonal region. هاي triangular region هون، وهاي triangular region في الانتيريور، تقاطع الانتيريور فاي، فاتحاد المنطقتين بسموها polygonal region. هاي ايضا polygonal region، الانتيريور مع الانتيريور فاي، هاي ايضا polygonal region. postulate بدنا عشان نقيس المساحات. if S is any square region، هون يتطلب هندسة إقليدس لأنه بدك مستطيل، يعني مجموع زواياه 360 درجة. There exists a correspondence which associates with every polygonal region a unique positive number such that the number assigned to given square is 1. إذا مع مربع معطى square region، مربع مع الداخل بتاعه، في عندك كورسبوندنس يعني فانكشن. مع كل polygonal region في عدد موجب، بحيث انه المربع اس الاصلي الاسوشيتد نمبر له 1، يعني المساحه هو ستاندرد. هذا الاس السكوير طبعا بسموه يونت سكوير، ويرمز له بالرمز ARS، الاريا بتاعت الار with respect to S. اخذنا الميجرمنت للبعد، الميجرمنت للزوايا، هلا الميجرمنت لمين؟ شو اسمه؟ للمساحات. صفحة 123، بعض الأحيان بخربط بدي 122، بعض الأحيان بخربط بالترقيم على فكرة. أوكي، في عندي نظرية بتقول مساحة المثلث، لا في بوستلس قبل، شو هاي خلصت.
في بوستلت 19 أنا ذاكرها، إنه إذا كانت البوليجنال ريجن is a union of two regions R1 or R2, union of two regions R1 or R2، بحيث إنه الريجنز هذول تقاطعهم isolated points أو segment، then الأريا لليونيون لR1 اتحاد R2 تساوي الأريا لR1 زائد الأريا لR2. هاي البوستلت أظن 19 بتدلك كيف تحسب المساحة، يعني وين راحت؟ ايه بوستلة ثانية بتقول لك إذا في عندي مستطيل فمساحته تعطى بالطول ضرب العرض. مستطيل هاي بوستلة الطول في العرض، بناء على ذلك مساحة المثلث القائم الزاوية يساوي نص القاعدة بالارتفاع، وبالتالي الاريا of the region bounded by triangles is the product of ايش؟ نص القاعدة بالارتفاع بشكل عام. يعني نزل عمود فصار عندك المثلث عبارة عن مجموع مثلثين او طرح مثلثين قائمي الزاوية، او هو نفسه قائم الزاوية. هلا المثلث هذا يساوي مجموع مساحة المثلث هذا زائد مساحة المثلث هذا. المثلث هذا حسب التعريف حسب النظرية قبل شوي نص سي اف ضرب اتش، المثلث الثاني نص اف بي دي اف دي ضرب اتش، اجمعهم مع بعض حسب البوستلت بصير نص اتش افتح قوس. دكتور نعم دكتور لو سمحت في 6 طلاب عم بيحاولوا يدخلوا، هي ببعتوا لك على الواتس، مش راضي تفوتهم انت يا بنت. الله يرضى عليك، الكلام للجميع، وانا بشرح رسمي ما بطلع على الواتساب نهائيا. اوكي بس هيهم على الانتظار مش راضي انت تدخلهم، هيهم مغفره وزيد وصغير. وانا مش شايف شيء، انا ما بدي اضيع وقتي بان اطلع على الطلاب المتاخرين. كيف انت دخلتي؟ يدخلوا. أنا دخلت وخمسة ودخل معي، هما دخلوا قبل خمسة وما دخل معهم. بعرف شو أسوي، شو أسوي يعني؟ أنا في دكتور إنه عن الانتظار عندك، أنت ما بتقبل تدخلهم. يا بنت البارتيسيبانت 35، في عندي 8 غايبين. هم هدول 8 اللي عم بحاولوا يدخلوا. وين هم؟ شو أسوي؟ دكتور هيا مغفرة وصهيب وزيد الرش شدان. ما جانيش مسج على الشاشة اللي عندي، فيش اشي. ما بعرف، انا حكول اني احكي لك. والله انت حكيتي وبارك الله فيك، بس انا برضو ما بعرف اسوي اشي. يعني اللي بخش زي ما انت خشيتي، زي ما خشوا 35 او 36. دكتور هدول بكون عندهم مشاكل بايميل الجامعة عادي جدا، يعني اذا عندهم مشاكل يدخلوا كجست. يا بنيتي اذا عندهم مشاكل حلوها بعيدا عني. ما زبط معهم، انا مش بدافع بس بحكي لك اللي بيصير، لانه انا احيانا كمان ما كان يزبط معي. وانا وينك؟ أنا دكتور ماده مش تخصصي ان اقعد اشيك ورا الطلاب، هذا دخل وهذا ما دخلش. انا دكتور بعطي ماده وبعطي امتحانات، لحد هون بوقف. اما مش ناطور اسوي ادخل هذا وما ادخلش هذا. اي واحد عنده رقم جامعي المفروض يدخل. ايه وبالتالي بصير مساحه المثلث الكلي نص اتش ضرب مجموع سي اف واف دي وتساوي نص سي دي القاعده، نص القاعده بالارتفاع. هلا اي شكل اخر بنحاول نقسمه لمثلثات وبجمع حسب البوستلة 19 الاريا اوف شو اسمه متوازية زي هالشكل هذا مثلا، او هذا الاريا بتاعته يساوي الاريا لهاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي.
أو هاي زائد هاي أو هاي زائد هاي، وكل مثلث معروف نص القاعدة بالارتفاع. هاي بالنسبة للأريا. بنيجي لمين؟ مستند 120. أها. إن نيوترال جيومتري طبعا لا تستخدم أي نظرية تستند إلى البارالل بوستلت تاعت إخليدس لبوستلت 17. نظرية فيثاغورس استندت إلى تشابه المثلثات، والتشابه خاصية موجودة في إخليدس. هلأ أخذنا شروط التطابق، عندك سايد أنجل سايد، هاي الجسمة سايد أنجل سايد جسمة بوستلت، وفي عندنا أنجل سايد أنجل، هاي واحدة من النظريات، ونظرية أخرى سايد سايد سايد، ثلاث أضلاع. هلأ مثلث قائم الزاوية طبعا على رأسه ريشة، في عنده شروط جسمه خاصة به، وهي هايبوتينس وأكيوت أنجل يكفو لتطابق مثلثي قائم الزاوية. طبعا الهايبوتينس هو الضلع المقابل لزاوية 90 في المثلث. شرط آخر هايبوتينس أند ليج. هايبوتينس أند ليج، ما واحد يقول لي والله الليج الآخر قد الليج الآخر حسب فيثاغورس. فيثاغورس لا يجوز استخدامها لما أقول لك نيوترال جيومتري. طيب تنشوف كيف تطابقهم هذول. عندي هايبوتينس وأكيوت أنجل، هاي الهايبوتينس أي سي قد الجي أف، والأكيوت اللي هي أي مع إي. إذا تطابقوا هدول لاحظ طبعا في 90 مشتركة لهم، بس هون ما بقدر أقول بزاويتين وضلع، لأنه زاويتين وضلع يجب أن تكون الزوايا قاعدة على الضلع، يعني الضلع مشترك إلها للزاويتين. وهون لو كان إي أف قد الأي بي لكان الوضع انتهى. سايد انجل سايد، هاي اي بي قد الاي اف، واي سي قد الاي الاي جي، والزاويه اي قد الاي كونجرون، فبنطبقه بسايد انجل سايد وما فيش مشكله عندنا. اف نوت، اذا كان الاي اف مش قد الاي بي معناته واحد اطول من الثاني، without loss of generality، هاي اختصار بالرياضيات، without loss of generality يعني بدون فقدان التعميم. هدول اثنين مش قد بعض، اذا واحد اكبر من الثاني، خلينا نقول اي بي اكبر من اي اف. طبعا الحاله الثانيه انه تكون اي بي اقل من اي اف، ولكن الحالتين هدول زي بعض شكله. بنيجي على الطول الكبير اي بي، نختار بي برايم باي بوينت بلوتينج ثيورم، بحيث اي بي برايم قد الاي اف قد الاي اف، ثم بنطبق الاي بي برايم سي مع اي اف جي. شوف فيهم الاي بي برايم قد الاي اف بالعمل، الزاويه قد الزاويه كونجرون، والضلع اي سي قد الاي الاي جي، اذا ينطبقان بسايد انجل سايد بوستلت، وينتج من التطابق ان الزاويه هاي اي بي برايم سي قد الاي اف جي. الاي اف جي قائمه، اذا هاي قائمه، طبعا هاي قائمه لازم تكون اكبر من هاي حسب الويك فورم اوف اكستيريور انجل ثيرم. الزاويه الخارجه للمثلث اكبر من اي من الزاويتين الداخلتين البعيدات عنها، هاي اخذناها نظريه بالنيوترال جيومتري.
وبالتالي contradiction وهو المطلوب. هاي قلصت بالنسبة لها. هاي مهمة على فكرة. بعد شوي راح نجيها. Hypotenuse leg. يعني افرض الـ AC الـ AC قد الـ EG والليج EF قد الـ AB EF قد الـ AB. ما واحد ينط لي يقول لي حسب فيثاغورس هاي تربيع تساوي هاي تربيع ناقص هاي تربيع، لا بحط لك صفر لأنه لا يجوز تطبيق فيثاغورس لأنها تستند للبارالبوستر بتاع تقليدس. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، نطلع على سي بي وعلى جي اف. إن كانوا الثنتين قد بعض الأضلاع يعني، إذا ينطبق المثلثين بوجود سايد أنجل سايد. انتهى. إذا لا مش قد بعض without loss of generality، وين راحت؟ We may assume GF أكبر من CB. واحدة راح تكون أكبر من الثانية. خلينا نفترض الـ FG without loss of generality. عالضلع الكبير by point plotting theorem بنقي نقطة R بين G و F بحيث FR يساوي بي سي الطول، وبوصل ار اي. هلا المثلث الجديد اي اف ار مع المثلث اي بي سي they are congruent. شو السبب؟ سايد قد بعض والتسعين قد التسعين والبي سي قد الاف ار بالعمل. اذا ينطبق المثلثين هذول بسايد انجل سايد وينتج ان الضلع اي ار قد الاي سي، ولكن الاي سي قد الاي جي، اذا الاي جي والاي ار كونغروانت. كونغروانت. وين المشكله؟ طب هذول المثلثين متساوي الساخين صاروا، هاي وهاي قد بعض، اذا زوايا القواعد قد بعض، نظريه اخذناها. طب هاي اكيوت لانه بالمثلث القائم الزاويه اللي مش 90 اكيوت، هاي اكيوت. اذا هاي اكيوت. طب هاي اكيوت، هاي مصيبه لانها اكبر من 90 لانها خارجه، فهاي كونتراديكشن عندنا وهو المطلوب. طيب بنيجي لنظريه مهمه راح نستخدمها لاحقا. في المثلث اي بي سي كما انت زي ما انت شايف in the figure اي بي سي ومحطوطه ان جي، يعني ابعد عن تشابه، ابعد عن فيثاغورس. في بعض الطلاب بيطلعوا وبرجع، بيطلعوا وبرجع. أنا بطلع على الحضور، هاي عندي قدام الحضور. طيب في نيوترال جيومتري إذا كان A B C مثلث ونزلنا أعمدة من A إلى آسف E و F نقاط منتصف زي ما أنتم شايفين، الـ F ميد بوينت لـ A C، الـ E ميد بوينت لـ A B، وصلنا E F واعتبرناه خط كامل ونزلنا أعمدة من الرؤوس، فالأعمدة يجب أن تكون congruent. الارتفاعات هاي AE prime CC prime وBB prime يجب أن تكون congruent. هاي نظرية مش موجودة في الكتاب ولكنه يستند إلها. طيب في بعض الطلاب بيقول لي بطبق هاي وطبق هاي، ولا كيف بدك تنطبقه؟ اطلع عليهم حتى شكلهم مش زي بعض، وهي مصيبة الطلاب. بيجي بيقول لك بطبق هاي وهاي، وهاي معروفة صغير وهاي معروفة كبير،
يعني فيش وجه تطابق. العمل بسيط جدا، نزل العمود AA برايم، طبق المثلث هذا مع اللي قباله، هذول مشحطين، شوف فيهم قائمي الزاوية، خلي بالك التنين الوتر قد الوتر بالتنصيف. طيب الزاوية هاي ل AEA برايم مع BEB برايم congruent، ليه؟ vertical angles. من فين بقبلوا الطلاب؟ انا مش عارف، بعثوا لي مسجات على الواتساب، ولكن الواتساب ما بفتحه اثناء الحصه. الواتساب عمل مش اسمه على اساس التواصل مع الطلبه خارج الحصص مش في داخل الحصص. عندك اسئله على الواتساب بحل لك اياها، يعني ساعه مكتب مفتوحه الواتساب. اما اني ادخل طالب وكذا ما بعرف، دلوني عليها من فين ادخل. بارتيسيبنت 37 مش شايف الحضور ولا شايف اشي. يعني المفروض هو يستفسر من الجامعة ليش ما بيقدر يدخل. 37 طالب داخلين المحاضرة، كيف دخلوا هدول 37؟ أنا ما دخلت حدا، هاي 38، هاي 38، هدول كيف دخلوا؟ والباقي هدولك ما دخلوش. المفروض عندهم مشاكل يحلوها مع التسجيل أو مع مركز الحاسب. بآخر الفصل بحط لك أنا 35 بحضور شو اسمه محروم، كل رسمة له بحط لك محروم، هذا اللي بقدر أتصرف عليه. نرجع لهون، ينطبق المثلثين دول قائمي الزاوية بهايبوتينس وأكيوت أنجل. مش تقول لي والله 90 قد 90، لا بدك اكيوت انجل، يعني زاويه غير ال 90. وينتج من التطابق السابق انه الاي اي برايم قد البي بي برايم، هي رقم واحد. طبعا اتذكر انهم متطابقين. طيب طبق المثلث هذا سي سي برايم اف مع اي اي برايم اف، شوف فيهم نفس الشيء، AF قد CF بالتنصيف. الزاوية هاي AF A برايم مع الزاوية CF C برايم congruent، لأنه vertical angles. إذا برضه ينطبق المثلثين قائمي الزاوية بوتر اللي هو هايبوتينس مع مين؟ مع acute angle. وينتج من التطابق إنه AA برايم و سي سي برايم congruent. طبعا الفا 2 تساوي بيتا 2، الالفا 2 هي المجر للزاويه هاي، البيتا 2 هي المجر للزاويه هاي، وهون ايضا الفا 1 وبيتا 1 congruent قد بعض. الالفا تشير الى المجر للزاويه. طيب النتيجه طلع اي اي برايم تساوي بي بي برايم وتساوي اي سي سي برايم، اذا هدول الثلاثه قد بعض، هاي مهمه جدا. طبعا بي بي برايم وسي سي برايم قد بعض، وهاي 90 وهاي 90، هاي لها اسم خاص للمضلع هذا الشكل الرباعي اللي فيه 90 تين قد بعض، والسي سي برايم قد البي بي برايم
له اسم خاص في إقليدس يسمى مستطيل. في لوباشوفسكي في عندي هندستين، واحدة إي جي واحدة إيش أتش جي. أتش جي اللي هي هايبربوليك جيومتري، وقائدها لوباشوفسكي، العالم لوباشوفسكي، يسمى سكاري كوادريلاترال. خلي بالك المثلث الكبير قسمناه إلى أربع مثلثات، AA برايم F أي واحد، AA برايم F E هاي اثنين، و BF E هاي ثلاثة، و F B C أربعة. الشكل الرباعي هذول أيضا قسم لأربع مثلثات، بحيث المثلثات الأربعة كل واحد يطابق اللي قبل اللي قلت له قبل. هذا من الشكل الرباعي المثلث يطابق هذا من المثلث، هذا من الشكل الرباعي F C C prime يطابق هذا المثلث من المثلث الأصلي، و F E B موجود مشترك بين المثلث الأصلي والشكل الرباعي، F B C أيضا موجود بالمثلث الأصلي والشكل الرباعي. مثل هيك تقسيم بنقول إنه المثلث إكويفيلنت مع الشكل الرباعي. كلمة إكويفيلنت مهمة موجودة بالكتاب، وانت الكتاب لازم يكون معك. يعني الكلمة اللي بشرحها إكويفيلنت هاي مطلوبة صارت منك، فبقول شكلين إكويفيلنت، طبعا قد يكون مثلث وشكل رباعي، مثلث ومثلث. إذا قدرت أقسم الشكلين إلى عدد متساوي من المثلثات المتطابقة المتطابقة. طيب المثلث الأصلي قسم إلى أربعة، والشكل الرباعي قسم أيضا إلى أربعة، والأربعة دول in pairs they are congruent. هذا من الشكل الرباعي وهذا من المثلث، هذا من الشكل الرباعي وهذا من المثلث. هذا FEB مشترك مثلث بالشكل الرباعي والمثلث الأصلي، و FBC أيضا مشترك بين المثلث الأصلي والشكل الرباعي. طيب أيضا هاي النظرية في إشي فيها ثاني، إنه مجموع زوايا مقاييس زوايا المثلث ألفا ون ألفا تو بيتا وجاما ودلتا، هاي مجموع مقاييس زوايا المثلث. طيب لو نيجي للشكل الرباعي هاي اطلع على الزاويتين B و C، بس B و C، سيبك من التسعينتين، شو بطلع؟ بطلع بيتا 1 اللي قد ألفا 1، وجاما اللي قد تحت المثلث، وبيتا 2 قد ألفا 2، ودلتا قد تحت المثلث C. إذن مجموع مقاييس زوايا المثلث الأصلي ABC قد مجموع الزاويتين B و C، هاي نقطة مهمة جدا، قد مجموع B و C. فلو مجموع B و C كان أقل من 180 لكان مجموع مقاييس المثلث أقل من 180، وهذا بقول لي أنت بي اتش جي بهندسة لوباشوفسكي. إذا كان الزاويتين هدول مجموعهم 180 كان مقياس زوايا المثلث مجموعهم 180، يعني أنت في إقليدس. فلاحظ الشكل هذا بحدد أنت في إقليدس أو لا. طيب تكملة النظرية، للأسف أنا صورت رقم 2 قبل 1. The sum of the measures of triangle ABC، هدول الزوايا طبعا لـ A و B و C
وتساوي كذا كذا وتساوي طبعاً ألفا 1 هي بيتا 1 وألفا 2 تساوي بيتا 2 وقاموا دلدلوا زي ما هم ويساوي إيش مجموع كذا. طبعاً هدول الزاويتين congruent حسب تمرين لاحق حسب هاي النظرية راح يطلعوا الزاويتين قد بعض. وين لديك دقيقة شوي هاي راح يطلع معي قبل بعد شوي نظرية شو بتقول في الشكل الرباعي إذا هاي 90 وهاي 90 خلي بالك والضلع هذا قد هذا زي ما طلع معنا فالزاويتين هاي كلها قد هاي كلها الزاوية بي الكلية قد الزاوية سي الكلية هاي نظرية سهلة الجاي وين رحنا طيب هاي ثيرم اف اي بي تساوي سي دي بهالشكل هذا عند 90 90 اذا كان الاي بي قد السي دي then الزاوية A congruent للزاوية D ها وconversely والعكس صحيح إذا الـ A كلية قد الـ D الكلية فبطلع الضلع قد الضلع هاي نظرية مهمة طيب طبق المثلث ABC مع DCB هاي ABC مع DCB بالترتيب شوف فيهم السايد AB قد السايد DC السايد BC قد CB ضلع مشترك والتسعين قد التسعين إذا ينطبق المثلثين بوجود سايد أنجل سايد وينتج أن القطر AC قد القطر DB وأيضا الدلتا 1 كونجرونت مع تساوي جاما 1 وألفا 1 قد إيش بيتا 1 هلا طبق المثلث ABD مع ABD مع DCA مثلثين اللي فوق واحد اثنين شوف فيهم DA والAD مشترك الضلع هذا قد الضلع هذا والCA قد البD من التطابق السابق إذا ينطبق المثلثين بوجود سايد 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 نظرية وينتج أن الزاوية A كلها قد الزاوية D كلها وهو المطلوب وهو المطلوب conversely إذا الزاوية قد الزاوية فالضلع قد الضلع ليش؟ إذا الضلعين قد بعض AB وDC انتهينا وكفر الله المؤمنين شر القتال طيب إذا واحدة فيهم أكبر من الثانية without loss of generality هي مرة ثانية لنفرض أن الدي سي أكبر بنقي نقطة بينهما بحيث أن سي دي برايم قد البي اي قد البي اي by point plotting theorem بوصل اي دي برايم بتكون الشعاع AD برايم واقع بين AD و AB طيب هلا حسب النظريه السابقه طالما هاي 90 وهاي 90 هاي 38 في طالب دخل مين اللي دخل؟ مين دخل على الحضور؟ بدنا نعرف شو السبب ما راح تقول لي مين اللي دخل؟ معناته في بعض الطلاب بيعرفوا يدخلوا حسب نظرية سابقة كون هاي 90 وهاي 90 بالشكل الرباعي و A B congruent مع D prime C بالفرض إذا الزاوية ألفا 1 قد الألفا 3 ولكن بالفرض الألفا 2 كلها قد ألفا 4 هلا في مشكلة عندي من البتوينس ألفا 1 أقل من ألفا 2 ألفا 1
أقل من ألفته، لأنه مجموع هذول التنتين قد ألفته. طيب من الويك فورم أو إكستيريور أنجل، خلي بالك ما بقدر أقوى حسب الإكستيريور أنجل ثيرم لأنه هديك لأخريدس. أما الويك فورم أو إكستيريور أنجل ثيرم تقدر تقول ألفا 3 أكبر من ألفا 4 زاوية خارج المثلث، وبالتالي صار كونتراديكشن لأنه ألفا 3 وألفا 1 قد بعض، الألفا 1 أقل من ألفا 2 والألفا 3 أكبر من ألفا 4. فهي صارت النظرية إف أند أونلي إف قبل شوي. ثيرم تعميم، هاي صفحة 232 بالكتاب. Let B و C right angles. الـ AB أكبر من DC if and only if جاما أكبر من مين؟ من ألفا، وكو vice versa. يعني هدول اتجاهين صحيحات. واضح؟ فهاي بترك لها الكو إيش؟ exercise. في حالة المساواة أثبتت لكم إياها أنا. بتضل الشغلة هاي. هلا كون الـ AB أكبر بهذا الاتجاه، لأنه في اتجاهين عندك، كون الـ AB أكبر by point splitting theorem بتنقي نقطة هون بحيث إنه الـ BA prime قد الـ CD وبتوصل، بتطبق النظرية اللي عندك، تطلع الزاوية هاي قد الزاوية هاي، هاي أكبر من ألفا، وبتكمل أنت طبعا. هاي صفحة واحد، انتبه له، انتبه للترقيم قبل ما تخش بالصفحة. نرجع لهون. إذن الشكل الرباعي اللي فيه تسعينتين كونسيكتيف، لاحظ مش تقول لي هاي تسعين وهاي تسعين، غلط غلط، تسعينتين كونسيكتيف أنجلز. في بعض الطلاب بيقولوا لي السكاري هي شكل رباعي في تسعينتين، غلط غلط، يجب أن يكون كونسيكتيف، والأضلاع بي اي ودي سي قد بعض. طبعا لذلك الزاويتين هدول كونغروانت، هدول زاويتين كونغروانت حسب ما أثبتناها. هلا في لوبجوفسكي أو بي اتش جي، مجموع زوايا شكل رباعي أقل من 360 لأنه عبارة عن مثلثين، وكل مثلث أقل من 180 راح نجيها. طيب قيم ال 180 هدول اللي على الأرضيات 90 90 180، بضل مجموع هدول الجوز أقل من 180. طب ما هم قد بعض، إذا كل واحدة فيهم أقل من 90 أقل من 90. إذا سكاري كوادريلاترال بي اتش جي هو عبارة عن شكل رباعي في زاويتين رايت اند كونسيكتيف، والضلعين اي بي قد الضلعين سي دي، او بديلا عنها الزاويه اي والزاويه دي اللي ظلوا مش قوائم، التنتين قد بعض واكيوت، تنتين قد بعض واكيوت. في الاي جي الشكل نفسه، خلي بالك 90 و90 وهاي قد هاي، بيطلع مستطيل لما مجموع زوايا الشكل الرباعي بإقليدس 360، فراحة التسعين والتسعين، إذا ضلوا هدول قد بعض ومجموعهم 180 وقد بعض، إذا كل واحدة 90 90، إذا عندي 94، يعني الشكل مستطيل. ثيرم، إذا في عندي الشكل هذا هاي أو هاي، طبعا حسب الجيومتري، في نيوترال جيومتري، خلينا نغطي التنتين معا، في نيوترال جيومتري الضلع الواصل بين القاعدة العليا والقاعدة السفلى من المنتصف للمنتصف بيكون عمودي علي فوق وعلي تحت، بيكون عمودي يعني جاما 90 والزاوية هاي اللي هون أيضا 90، هذا اللي بدنا نثبته. طبعا بنوصل بنوصل بنوصل، بنطبق المثلث A B F و D C F. شوف يوم مثلثين هدول، الضلع قد الضلع بالفرض
90 قد 90 وهاي بالتنصيب ينطبقان بسايد انجل سايد وينتج من التطابق ان اي اف قد الاف دي هاي نقطة مهمة حطيت دورية دورية وانه الفا 1 قد الالفا 2 طيب هلا طبق المثلثين اللي فوق شوف فيهم هاي اي اف قد الدي اف من التطابق الاولاني اي اي قد الدي اي بالتنصيف والاف اي قد الاف اي مشترك اذا ينطبق المثلثين بوجود ايه سايد 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 وينتج من التطابق انه جاما 1 قد الجاما 2 وبيتا 1 قد البيتا 2 طيب جاما 1 وجاما 2 مالهم؟ They form linear pair of angles متجاورتين على خط واحد فمجموعهم 180 والتنتين قد بعض اذا كل واحده ايش؟ 90 هاي خلصنا من هاي طيب هون بيتا 1 والفا 1 قد البيتا 2 والفا 2 ولكن مجموع هذول كلهم 180 اذا الفا 1 وبيتا 1 اللي هي قد الالفا 2 بيتا 2 90 90 اذا هاي الزاويه 90 اذا اثبتنا اي اف عمودي على اللي فوق وعمودي على مين على اللي تحت هلا بهذا الشكل عندك 90 90 90 الشكل اللي فيه ثلاث تسعينات بالاتش جي هاي اكيد بتكون اكيوت بسموه لامبرت كوادريلاترال فاللامبرت كوادريلاترال في الاتش جي في ثلاث تسعينات نقي ما تشاء كونسكتيف ولا لا مش فارقه والزاويه الرابعه حاده اذا ما قلت حاده راح العلامه راحت صفر ثلاث تسعينات والرابعة حادة هاي اللامبرت موجود في الاتش جي في اقليدس هاي 90 وهاي 90 وهاي 90 وهاي ايضا 90 فالوضع اين هذا الشكل يكون موجود بقرر فيما كانت الاي 90 ولا اكيوت فيما اذا كان لامبرت او مستطيل هاي اللامبرت ثلاث تسعينات وهاي اكيوت يجب ان تضع اكيوت والا غلط هاي ريكتانجل ثلاث تسعينات والرابعه 90 والرابعه 90 في عندي صفحه 208 في شغلات اكويفالنت مع البارالل بوستلت واحده منهم There exist lines which are everywhere equidistant. شو تفسيري؟ وجود خطين equidistant يعني خد أي ثلاث نقاط أربع نقاط ونزل الأعمدة فالأعمدة يجب أن تكون إيش قد بعض ما بصير من تحت أنا أنزل عمود فوق لا مرة أنزل ومرة أطلع لا تنزيل عمود من نقاط ال1 الى نقاط ال2 تنزيل الاعمده هاي فالاعمده كلها ثلاثه قد بعض لا يكفي ما بكفي اثنين اثنين ما بكفي ما بقول هاي اقليدس لا اما وجود هذا الشكل بقول لك انت في اقليدس يعني البارالل بوستل بتاعت اقليدس وجبت يعني وجود مستطيل هذا رقم خمسة بند خمسة صفحة 208 وجود مستطيل أيضا من شو اسمه من شواهد هندسة إقليدس طيب كيف هاي تعطيني هاي أربعة تعطي خمسة هاي الثلاثة اللي قد بعض مش هيك الثلاثة قد بعض نصف اللي فوق ونصف اللي فوق نصف اللي فوق نصف اللي فوق وصل وصل حسب النظريه السابقه هاي 90 وهاي 90 وهاي 90 وهاي 90 اذا اصبح عندي ايش مستطيل بالنص اذا اربعه تعطيك مستطيل والمستطيل من اقليدس
ها شغلة الإكوفلنت اللي حكيناها، واحد مع واحد برايم، اثنين مع اثنين برايم، ثلاثة مع ثلاثة برايم، وأربعة مع أربعة برايم. طبعا هذا في الاتش جي يسمى سكاري كوادريلاترال اسوشيتد وذ ذا تراينجل اي بي سي، هذا بسموه سكاري اسوشيتد مع المثلث. طبعا اكم سكاري بقدر اكون اسوشيتد وذ ذا سيم تراينجل؟ بقدر اسوي ثلاثه، وكل الثلاثه ايكويفالنت مع مين؟ مع المثلث الاصلي، مع المثلث الاصلي. انك تنصف واحده هون واحده هون بتوصل. هاي في طلاب للاسف بدخلوا على الجسمه، مش اني بعرفش، لا الطالب بيختار بيجي باخر لحظه، خلينا اخذ الحضور والغياب واللي مش موجود الله لا يرده. رقم واحد زين بطينه، اثنين محمود عموري، ثلاثة علي بن أحمد، أربعة علي بن أحمد دكتور، دعاء محمد، خمسة ريشة ماهر، ستة صهيب، ستة صهيب عدنان دكتور، سبعة أسامة بابني، ثمانية أسامة طلاف، تسعة رؤى السرحان، عشرة عبد الله الشواهين، 11 هاي اليوم قديش اليوم 29 واحد ثمانية أو واحد ثمانية أنا آسف. هاي مغفرة طعامنا أوت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دكتور سلا ساعة بتحاول تدخل، صار لها ساعة بتحاول تدخل، أنا شو أسوي لها؟ بتدخل ولا ما تدخل؟ مش ذنبي هذا. إيه 12 نسيب الصمادي، 13 معتز بني سالم، نسيب الصمادي كيف دخلتي يا نسيبة؟ دخلت عادي. عادي ليش ما دخلوا هدولك عادي؟ أنا ما عندي خيار وفقوس إنه فلان بدخل فلان ما بدخل، معظم الشعب دخلت، هم اللي بدهم مش يدخلوا. 14 دين المصري، 15 ها ويا شراد، 16 مش موجود، 18 ها 17 رنا عبابني، الو 18 دكتور نور الهدى، 18 نور الهدى، ها سامع بنت سامع طالب، انا رقمي 18 نور الهدى. طيب 18 خلصنا دكتور. ايش يا ابني دكتور؟ أنا 16 بس السماعة عندي خربانة، صار لي ساعة بقول 16 خربانة، روح صلحها. شو أسوي لك؟ حطيتها غايب، روح صلحها. طب ليش دكتور من بداية أنا ما عارف إنها خربانة ليه صلحها؟ ترى بس ما جاوبك 19 بس 19 يا زين الخلدي، 20 هي الجراح، 21 بلال خرسة، 22 فهد بدر، 23 غسان، 23 مجد غسان، 24 24 25 محمد المفلح، 25 أحمد عياط، 26 زيد أحمد، 27 عبد الله الشمري، 28 مجاهد الفلاحات، 2 4 يا مجاهد اي غياب مهدد انت بالمبسوط بايش اسمه ان شاء الله دكتور علي، اقول لك اياها حاطط ملاحظه عندي، 29 يعطيك العافيه دكتور، 29
ليث بطينة. 30. علاء النعيمي. 31. 31. غايب. هاي 1-8. في بعض الطلاب خصوصي ما بحبوا يدخلوا عساس في عندهم امتحانات. هذا الدليل. مش شغلة والله الأستاذ مش قابل دخلني، لا أنا ما دخلت حدا وما طلعت حدا، أنا بسوي الإجراءات القانونية بالجامعة، بحجز للمحاضرة وباجي على المحاضرة، أما غير هيك ما عندي. 33. سلوى الشناد. 34. تقل صغير. 35. جهاد أحمد. 36. صهيب الحوامدي. 37. لمى المراونة. 38. 38. هاي 1-8. بعد شوي بقول لي المايك خربان يا أستاذ ومش قابل تدخلني يا أستاذ، يعني هو بريء مش بقول لي يعني بدي أروح أدرس امتحان عند لينير ولا أبصر إيش. 39. 39. هاي غياب. 40. رئيس مساعدة. 41. شرف الدين. 42. 42. 1-8. 43. 43. 1-8. 1-2-3-4-5-6. 43 احتمال كبير أفصله بسبب الغياب. 43. صهيب عبد العال. طيب نرجع للمحاضرة. دكتور أنا كنت موجود بس سجلتني غياب. والله آسف يا ابني، الغياب مرة واحدة باخده وبرجعش، ما في رجوع. طيب زي الامتحان، زي امتحان المترم بتمضي على السؤال بتجاوبه خلاص ما برجع السؤال. طب أنا حكيت دكتور بس السماعة ما جاوبتش، بعدين جاوب. ما برد أنا بوقتها، بكرر مرة ثانية إذا ما حط ما قلت اسمك وراحت عليك. مجموع مقاييس زوايا المثلث أقل من 180. دكتور. أه. دكتور أنا الخميس غبت، بعثت لك على الواتس لأني كنت في المستشفى. يا بنت الواتس ليس رسمي، أنا الحضور والغياب ساعتها ما رديتي خلاص راحت، واضح للجميع، للجميع الحضور والغياب مرة واحدة آنيا. ما قلت اسمي علي أحمد بحطه غايب. أنا الخميس الماضي قصدي مش هسه. يا بنت ما برجع للماضي، أنا ما برجع للماضي. الخميس الماضي والله قولي لي شو أكلت امبارح، ما بعرف شو أكلت. ما هي دكتور كل خميس بدي أغيب، عندي مراجعة بالمستشفى، يعني هيك بنحرم. طبعا راح تنحرمي، هلا مراجعة براجع بغير دكتور. بس تخلص الحصة هاي موجودة، بس تخلص الحصة الله معك. إيه ما هو المستشفى موعده بكير، بس بقدرش أطلع متأخر. والله شو أسوي لك يا بنت، كان مفروض إنك ما سجلت من أصلها، طالما 9:30 ل11 وكم خميس عندك برد الصيفي، أنت احسبيها بعقلك، الواحد يحسبها بعقله. أنت جاي عند واحد بحاسب على الحضور والغياب، مش ماخذها عفويا انا. 9:30 ل11 الحصه، مش على الجسمه. دكتور مراجعاتي اصلا قبل. طبعا 236 مجموع مقاييس زوايا المثلث القائم اقل من 180. بنيجي هاي مثلث قائم الزاويه اي سي بي، هاي الزاويه 90، بدي اثبت انه مجموع التنتين الضايلات أقل من 90. هذا بمين؟ بلوباشوفسكي.
بي اتش جي، هاي بي اتش جي حاطه الصفحه هون عشان تدل على انها اتش جي مش اقليدس. هلا شو بسوي؟ بنصب الوتر اي بي بالنقطه ام ميد بوينت، بنزل عمود ثم برسمهم هون موازي حسب مفهوم، او لا بلاش موازي، برسم زاويه بالهاف بلين الثاني كونجرونت مع الفا، يعني هاي 30 هاي 30، وبنزل عمود عليها بطبق المثلثين هذول. شو فيهم؟ زاويه قد الزاويه، بعدين عندي 90 90، اذا عندي صار ايش؟ مثلثين قائمي الزاويه، والهايبوتينس قد الهايبوتينس. لاحظ شروط تطابق المثلثات القائمة الزاوية كثير بتمر معي. إذا ينطبق المثلثين القائمي الزاوية بهايبوتينس مع أكيوت أنجل، وينتج من التطابق إنه إيش؟ جاما 1 وجاما 2 قد بعض، ولكن جاما 2 مع هاي اللي جنبها 180 خط واحد مجموعهم 180. إذا جاما 1 مع هاي مجموعها 180، يعني الجي ام اف خط واحد كولينير. طيب إذا هذا صار شكل رباعي 90 90 90، وأنا في اتش جي، إذا هاي لامبرت يعني أقل من 90 وهو المطلوب. طبعا هاي أقل من 90، البيتا قد الألفا، إذا هاي الزاوية A مع الزاوية B مجموعهم أقل من 90. هلا في اتش جي مجموع زوايا مقاييس زوايا أي مثلث أقل من 180، خود أي مثلث بدي أثبت إنه مجموع مقاييس زوايا أقل من 180، طبقها على المثلث القائم الزاوية جاما 1 وجاما 2 90 اقل من 180، طبقها على المثلث القائم الثاني بيتا 1 وبيتا 2 90 اقل من 180، بالجمع جاما 1 وبيتا 1 جاما 2 بيتا 2 90 و90 مع 180 بينشطوا ضل 180 وحده، وبالتالي الزاويه هاي اللي زاويه الراس وجاما 2 وبيتا 2 زوايا القاعده مجموعهم أقل من 180 وهو المطلوب. طالما مجموع زوايا المثلث أقل من 180 بالاتش جي، فبعرف الفرق بيناتهم على أنه ديفكت. هاي مصطلح جديد، ديفكت. الديفكت للمثلث يساوي 180 ناقص مجموع مقاييس زواياه، فإذا مقاييسه مجموعها 179 الديفكت له 1، إذا مجموعة 170 فالديفكت له قد إيه؟ 10. فالديفكت يختلف من مثلث إلى آخر. هاي نظرية شو بتقول؟ بتقول إذا كان مجموع مقاييس زوايا المثلثات كلهم قد بعض سي سي سي، فإن قيمة السي 180. إذا هاي تكافئ إقليدس، تكافئ إقليدس. كيف إثباتها؟ هاي موجودة من ضمن هذول التسعة. خذ أي نقطة إيه، ليس بالشرط أن تكون عمود، بدك عمود ماشي. طبق المثلث هاي جاما 1 وجاما 2 وجاما 3 سي أيها. طيب على المثلث واحد ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 برضه سي. انا عمال بقول مجموع مقاييسهم قد بعض. طيب بالجمع ثيتا 1 وجاما 1 وثيتا 2 وجاما 2 وثيتا 3 وجاما 3 تساوي 2 سي بالجمع. ولكن هاي طلع عليها ثيتا 1 وجاما 1 اللي هي زاويه الراس كلها، وثيتا 2 وجاما 2 هاي ثيتا 2 وهي جاما 2، مجموع هدول للمثلث الكبير سي. ما انا بقول كلهم قد بعض.
وهدول التنتين مجموعهم 180 ثيتا 3 وسي 3 linear pair of angles. شطب ال 180 السي مع 2 سي شو بضل عندي؟ بضل سي واحدة تساوي قديش؟ 180 وهو المطلوب. هذا اللي بدي اياه. فبقول لك التالي الجمل التالية تكافئ البوستلت 17 parallel postulate تاعت إقليدس وهو there exists a triangle for which the sum of the measures of the angles is 180 وجود مثلث واحد على الأقل طبعا مجموع مقاييس زوايا 180 بتقول لك أنا بإقليدس. اثنين the sum of measures of the angles of triangle is the same for all triangles يعني كله سي 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 فبتطلع السي قديش 180 اثبتها هلا. ثلاثة there exists a triangle similar but not congruent to any given triangle وجود التشابه بدون تطابق هاي لإقليدس. راح نثبت بعد شوي انه اذا تشابه المثلثين بالاتش جي فهما يتطابقان. أربعة there exist lines which are everywhere equidistant وضحت لكم إياها قبل شوي لأنه هاي تعطيني وجود مستطيل اللي هي خمسة وجود مستطيل يعني مجموع زوايا الشكل الرباعي 360. ستة there exist كذا كذا سبعة اقروها كاملها كل واحدة من هدول بتقول لك أنا في إقليدس. فحكينا احنا ايش اسمه الاقليدس وهي سكاري الهايبربوليك جيومتري بتقول اعطيني نقطة خارج الخط هناك شعاعين كل منهما كوبلانر مع الخط ولا يقطع الخط وبحيث ان اي شعاع بينهما يقطع الخط هاي في الهايبربوليك جيومتري اللي بسميها اتش جي. طبعا المكون ال اتش جي هو زي ما قلت لكم مين هو لوباتشوفسكي. في عندي هندسه اخرى انه اعطيني نقطه اعطيني خط ما فيش فكره التوازي نهائيا اللي بسموها الليبتك جيومتري. الليبتك جيومتري اللي هي الهندسه الكرويه عندك اللي شو اسمه البلين بتاعك هو سطح الكره واللاين هو ايش؟ دوائر عظمى، دوائر عظمى، فأي دائرتين عظميين يجب أن يتقاطعا، فيش مفهوم التوازي فيها. The parallel postulate for hyperbolic geometry. في الهايبربوليك جيومتري مجموع زوايا المثلث أقل من 180 في إقليدس تساوي 180 وفي الإليبتك جيومتري أكبر من 180. هاي بوستلت 17 اتش اللي البارالل بوستلت للهايبربوليك. A given point not on a given line is the end point of exactly two non-collinear rays. هاي مهمة جدا. هاي وهاي non-collinear rays which do not intersect the line but are such that every ray between them does intersect the line. لاحظ اي ري بيناتهم يجب ان يقطع مين الخط هاي حسب البوستلت 17 اتش. نظرية إذا هدول الشعاعين تعون بوستلت 17 اتش يعني كل منهما يوازي الخط هذا حسب مفهوم الاتش جي. فشو بقول لي؟ العمود النازل من بي إلى الخط يقسم زاوية الرأس إلى قسمين متساويين يعني العمودي ينصف زاوية الرأس والعكس صحيح أيضا. ليش؟ ليش؟
افرض الزاويتين هدول مش قد بعض، اذا قد بعض خلاص انتهى، اذا مش قد بعض واحدة اكبر من الثانية. اذا حسب البوينت بلوتينج ثيورم بقدر ارسم زاوية على كبيرة طبعا مالها قد هاي، يعني هاي 60 وهاي 70، برسم 60. هلا 60 واقع بينهما، اذا يجب ان تقطع الخط حسب البوستلت في نقطة كيو. طيب بسيطة، قيس الكيو اف باي بوينت بلوتينج ثيورم على الجهة الثانية، نقي النقطة ار بحيث انه كيو اف قد الاف ار قد بعض، وصل. طبعا لما اوصل بيكون هذا بينهما. طيب طبق المثلثين، ينطبقان سايد انجل سايد، هاي 90 هي، وينتج من التطابق ان الزاوية هاي قد الزاوية هاي. طب هاي اقل من الكبيرة، اذا هاي اقل من الكبيرة، بس هون هاي مالها هاي الكبيرة، فصار عندي contradiction، وبالتالي هاي يجب أنها تساوي هاي بالمجر. طبعا مقياس هاي، شايفين لو سمينا هذا الطول دي، البعد هذا دي سميناه، هاي مقياس الزاوية هاي اللي هي نص الكلية بسموه باي دي، amplitude of parallelism، amplitude of parallelism باي دي. إذا كانت هاي 10 هاي بتكون باي 10، باي 10 تساوي قديش؟ 60 70، أما ما بتساوي 90 لأنه دول نون كولينير. إذا هاي الزاوية أقل من 180 وبالتالي نصها أكيوت، هاي أكيوت ما بصير تكون 90. طبعا أنت في شو اسمه في الدار حاول اثبت لي إذا D1 ساوي D2 فباي D1 تساوي باي D2. هذه خواص الامبليتيود اوف برالزم. ذا انجل سام هذه على فكرة شرحتها قبل شوي. هاي النظرية شرحتها قبل شوي. مجموع مقاييس زوايا المثلث القائم أقل من 180 شرحتها برضه بخط إيدي. هاي النظرية اللي بدي إياها. هاي مهمة جدا انتبه لها. إذا في عندي تشابه بين مثلثين بـ HG كان مثلثين منطبقين. هيا they are congruent. ثيرم 2، عندي المثلث هذا والمثلث هذا متشابهين، المطلوب إثبات أنهم congruent. هاي اتش جي، اوعك تقول له اقليدس، طبعا لا غلط. افرض انه مش منطبقين وكان ثابت التشابه اقل من واحد، يعني كان الطول اي بي الكبير، اي بي الكبير، بنقي باي بوينت بلوتينج ثيرم نقطه دي بحيث انه اي دي قد الاي برايم بي برايم، وبالمثل بنقي نقطه بي برايم بحيث اي اي برايم قد الاي سي برايم، اي برايم سي برايم. اذا صار هذا قد هذا وهذه قد هذه والاي قد الاي برايم من التشابه، وبالتالي المثلثين بيطلعوا مالهم congruent سايد انجل سايد congruent postulate، وينتج من التطابق ان الزاوية هاي شايفينها ADE قد الـ AB prime C prime، هاي قد هاي وايضا هاي قد هاي. طيب هلا السي والسي قد بعض، هذول C prime والسي قد بعض، اذا هاي الزاوية قد هاي، هاي واللي جنبها 180، اذا هاي وهاي سي وإي الطرف هذا مجموعهم 180 صار. كذلك الحال الزاوية دي قد الزاوية بي برايم،
بالتطابق، ولكن بي قد البي برايم من الفرض تشابه. إذا صارت الزاوية دي قد البي، ولكن دي معها 180، إذا هاي وهاي 180. طيب الزوايا الشكل الرباعي هدول الثنتين مجموعة 180 وهدول 180، إذا زوايا الشكل الرباعي مجموعهم 360 درجة. طبعا هذاك إيش؟ contradiction، لأنه فيش عندي شكل رباعي مجموع زوايا 360 درجة في الـ HG، وبالتالي المثلثين الأصليين يجب أن يتطابقا. هاي النظرية أنه في تشابه بدون تطابق يفتح الله بـ HG. في النظرية هاي شو بتقول؟ بتقول إذا منصفات الضلع AC و AB الأعمدة المقامة تلاقيا في النقطة، إذا AG هذا بيكون عمودي أيضا. يعني الأعمدة المقامة من منصفات الأضلاع في المثلث they are concurrent، تتلاقى في نقطة واحدة. خلي بالك هذا ممكن ما يلاقي هذا في رسمة في الكتاب، اطلع فيها مظبوط، الضلعين هذول ما بتقاطعوا، وبالتالي الأعمدة ثلاثة ما بتلاقوا. The orthogonal of a triangle are concurrent، الأعمدة النازلة من رؤوس المثلث إلى الأضلاع المقابلة تتلاقى في نقطة واحدة، تتلاقى في نقطة واحدة. بنزل عمودين، هاي سي اي عمود وبي اف عمود، خلينا نقول التقوا اثنين في نقطة واحدة او، بوصل الاو او وبثبت انها عمودي عمين عبي سي، بخلي اثنين يلتقوا وبثبت انه الثالث بيلتقي في مين؟ في نفس النقطة. طيب كيف بدي اثبت انه هاي الزاوية 90؟ بسيطة جدا، الدلتا 1 والدلتا 2 they are congruent، لأنه هذا الشكل رباعي دائري cyclic quadrilateral. 90 و90 قديش؟ 180. إذا فـ A F O E رباعي دائري cyclic quadrilateral، وبالتالي دلتا 1 ودلتا 2 زوايا محيطية، لأنه AF جزء من الدائرة هون قد بعض. طيب هلا دلتا 2 مع الثيتا كونجروان، دلتا 2 مع الثيتا كونجروان، ليش؟ عندك هاي 90 وهاي 90، إذا FCBE رباعي دائري 90 و90 ومحيطيات على BC واقعين، إذا شكل رباعي دائري. إذا الدلتا 2 قد الثيتا، وقبل شوي قلنا دلتا 1 قد الدلتا 2، إذا دلتا 1 قد الثيتا. هلا كون دلتا 1 قد الثيتا، إذا FCMO رباعي دائري سيكليك. طيب سيكليك وهاي 90، هاي 90، إذا اللي قبالها قديش؟ 90، لأنه مجموعة 180، وهو المطلوب، وهو المطلوب. هيك أثبتنا أنه الارتفاعات تتلاقى في نقطة واحدة. هلأ الميديانز أيضا، مستقيمات المتوسطة أيضا تتلاقى في نقطة واحدة. برسم مستقيم متوسط، مستقيم متوسط، وبوصل وبثبت أنه هذا مستقيم متوسط. الحل سهل جدا، شو بسوي؟ بمد الـ OG قدر نفسه، OG قدر نفسه، وين راحت؟
بمد أوجي قدر نفسه. طيب بصير أوجي قد جي أم، والبيجي قد الجي سي، يعني الشكل أو سي أم بي. تخيل معي شكل رباعي نصف قطرين كل منهما الآخر، هاي قد هاي وهاي قد هاي، إذا فهو متوازي أضلاع، فهو متوازي أضلاع، يعني الضلع أو بي كله هذا يوازي الضلع سي أم، يوازي سي أم، والضلع سي أو يوازي الضلع بي أم. طيب هلأ في المثلث أي سي أم، في المثلث أي سي أم بنلاحظ أنه الأي إي أو توازي القاعدة وتمر في النص بالمنتصف، إذن يجب أن تمر بالمنتصف الآخر، يعني أي أو قد الأو أم. طيب هلأ هاي المنتصف وهاي منتصف، هذا يوازي هاي، إذن الأي أو قد هاي كلها، ولكن هاي كلها ضعف هاي اللي هون، إذن أي أو ضعف أو جي، هاي تابعة للنظرية، نسبة أو أي أو إلى أو أم كنسبة 2 إلى 1، من الرأس 2 ومن القاعدة 1، يعني لو كانت هاي 6 سنتي هاي بتكون قديش؟ 3. ولا تنسى نظرية أبولونيوس بتحوي هاي تربيع زائد هاي تربيع يساوي 2 هاي تربيع زائد 2 هاي تربيع، مرت علينا قبل، وبنشوفكم الحصة القادمة لأنه عندي حل توبولوجي. هاي مستند 121. السلام عليكم.